شكرا. نعم، نفس السؤال وبنفس الطريقة للمتدخلتان عبد المجيد تبون المترشح. صيغة الدستور الجزائري على مقاس رجل واحد، هذا المنطق قوض نظام الحكم لسنوات، ما هو البديل الذي تقترحونه لهذا النظام السياسي، وما هو تصوركم للدستور القادم للجزائر؟ تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للدستور، الدستور هو أم القوانين، وهي أول لبنة في التغيير، مادام الجزائريين طالبين التغيير وكلنا طالبين التغيير، والتغيير لن يتأتى إلا بالقانون الأول والأساسي هو الدستور. حقيقة الدستور تاعنا لما وجد نفسه في محك مع الأحداث، مع الشيء اللي صار في البلاد، دارت فيه ثغرات كبيرة، ما قدرش يسير المرحلة الحالية إلا بصعوبة. إذن دستور لازم يكون فيه استشراف بالنسبة للأمة، مسيرة أمة وما ستتلقاه من صعوبات في يوم ما إلى آخره. ثانيا الفصل الحقيقي بين مؤسسات الدولة، اليوم نشوف فيه تداخلات بين مؤسسات الدولة، وتكاد بعض المؤسسات أنها قوقعة فارغة. أقول المجلس الشعبي الوطني، أقول في بعض الأحيان مجالس أخرى. الفصل بين مؤسسات الدولة اللي تخلي الرقابة تكون وكل يلعب دوره في هذا الإطار، حتى نبتعد مثل ما قلتم، نبتعد نهائيا عن الحكم الفردي، وعن مش غير الحكم الفردي اللي ممكن يؤدي إلى انزلاقات أخطر. هذه بصفة يعني بصفة ملخصة جدا ما أراه في الدستور والتغيير الدستوري. شكرا.